فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يذكر بعض أهل العلم أن من نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فإنه لا إثم عليه بالنسيان، لكن لا يجوز له أن يأكلها لقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول: ما القول الراجح في ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفية لأمة الخطأ والنسيان، فإذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيا فذبيحته حلال له ولغيره، لأن الله عفى عن النسيان وهو لم يتركها متعمدا. نعم.